الاستاذ خيرت رجل لا يعرف الا العمل الطيب والسعي بين الناس بالخير خرج في احدى الليالي بسيارته لاستقبال صديق قادم بالمطار واثناء سيره فوجئ بشاب يقود سيارته واذا بسياره اخرى تخرج من امامه فجاه فلم يستطع هذا الشاب ايقاف سيارته واصطدم بعمود للكهرباء وسالت منه الدماء اوقف الاستاذ خيرت سيارته واسرع ليطمئن على هذا الشاب وحمد الله انه ما زال على قيد الحياه، وقبل ان يذهب في غيبوبه، عرف الاستاذ خيرت من الشاب ان اسمه هادي، فاخذه في سيارته وذهب بسرعه غير طبيعيه، وذهب الى اول مستشفى في الطريق، فحمل الشاب ودخل به وقال لموظف الاستقبال: ارجوك هذه حاله طارئه ونحن بحاجه الى طبيب. رد موظف الاستقبال في هدوء: هل انت شقيقه ام احد اقاربه؟ وما اسمه وكم عمره؟ قال الاستاذ خيرت: انها حاله طارئه، الشاب في خطر وربما مات ان لم نسعفه. قال موظف الاستقبال ببرود: انا اسف، هذه البيانات تهمنا كثيرا، واذا لم تعطنا هذه البيانات لن ندخله، انت داخل مستشفى خاص. قال خيرت وهو يصرخ: الكلام معك لن يفيد، اريد مدير المستشفى، اين هو؟ وصف موظف الاستقبال للاستاذ خيرت مكان مكتب مدير المستشفى، فترك الشاب واسرع الى غرفه المدير وفتح الباب وقال له: هناك شاب يسيل منه الدم واقول للموظف اريد طبيبا فيسالني اسئله ليس وقتها الان. فوجئ الاستاذ خيرت بالمدير يقول له: الموظف معه حق، كيف لنا ان نضمنك؟ اذا لم تكن تمت للشاب بصله، كيف لنا ان نحصل على تكاليف علاجه؟ قال الاستاذ خيرت انا اتكفل بجميع المصاريف ولكن ارجوكم اسرع في اسعاف الشاب واذكرك بحديث رسولنا الكريم من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه هيا انزل معي لتعرف مدى خطوره الحاله قال المدير نحن اسفون لا نستطيع تقديم ايه مساعده قال الاستاذ خيرت المدير حسبي الله ونعم الوكيل ثم اسرع واخذ الشاب الى مستشفى حكومي وكان الوقت متأخرا والأطباء جميعهم ذهبوا ولم يبقى سوى الممرضات والممرضين وطلبت الجامعات المتدربين هناك وبعد الكشف على الشاب قرروا إجراء عملية سريعة له وطلبوا وجود ولي أمره ليوافق على إجراء العملية لأنهم ربما قاموا ببتر أحد أطرافه فبحث الأستاذ خيرت عن أوراق مع الشاب فوجد هاتفه الجوال وقام بالاتصال بآخر رقم قد طلبه هادي وكان والده فحضر الوالد والدموع تنهمر من عيونه، وعندما رأى والد هادي الأستاذ خيرت فوجئ به وسأله: ألست من قلت في وجهي حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا تفعل هنا؟ قال الأستاذ خيرت في حزن: أنا الذي أحضرت ابنك إلى هنا بعد أن رفضت علاجه في المستشفى الذي تملكه أيها القاسي. عاد المدير بابنه إلى مستشفاه الخاص، وأجرى له العملية بنفسه، والدموع لم تفارقه. وكم كانت دهشته عندما وجد الاستاذ خيرت يصلي ويدعو لابنه وينتظر ليطمئن عليه وكانه شقيقه فاعتذر له الاب وارتمى في احضانه يبكي ومنذ ذلك اليوم وتغير حال الاب حيث التزم بالصلاه وعمل الخير وقرر كل يوم اجراء عمليه لمريض فقير بالمجان وكلما نظر الى ابنه هادي بعد ان فقد قدمه اليسرى استغفر ربه وقال لو كنت أرضيت فقيرا أو عالجت محتاجا ما أراني الله فيك مكروها، حيث قال رسولنا الكريم: الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين" الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين هادي شاب صالح بعد زواجه من فتاة ملتزمة رزقهم الله بطفلة جميلة إلا أنها كانت تحتاج لعملية في إحدى عينيها لتصبح طبيعية مثل العين الأخرى فكان هادي يدخر من راتبه بعض المال ليجمع تكلفه اجراء عمليه عين ابنته الصغيره وفي نفس الوقت كان يساهم بجزء كبير من المال في تكلفه جهاز اخته الصغرى وذلك منذ ان توفي والدهما قبل ثلاثه اعوام اقترح هادي على زوجته اقتطاع المبلغ الذي خصصه لجهاز اخته كي يستطيع اجراء العمليه لابنته ولكن زوجته رفضت هذا الامر وقالت له زفاف أختك بعد أشهر قليلة ولا بد من وقوفك بجانبها أما ابنتك وكما أخبرنا الطبيب لن يحدث لها مضاعفات قبل أن تتم ست سنوات وتستطيع إجراء العملية لها بعد عامين ولا تنسى أن الله هو من يدبر الأمر وليس لنا إلا هو لقد تكفلت بأختك بعد وفاة والدك فلا تضيعها واذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول اقتنع هادي بكلام زوجته ووضع كل ما معه من مال في جهاز اخته وكم كانت فرحته وهو يرى اخته سعيده يوم زفافها وبعد اسبوع فوجئ هادي بمديره في العمل يخبره بانتقاله الى فرع اخر بعيد من فروع الشركه وان راتبه بذلك بدلا من ان يزيد سينقص فابتسمت زوجته وقالت له: ولماذا الحزن؟ كان الله يرزقنا برزق اختك، اما الان فذهب رزقها الى زوجها، فمن الطبيعي ان يقل راتبك. ابتسم هادي وفوض امره الى الله، وقبل ان يذهب الى مقر عمله الجديد، ذهب الى طبيب العيون المتابع لحاله ابنته، وكانت المفاجاه السعيده عندما اخبره الطبيب ان عين ابنته اصبحت طبيعيه، وقد زال الحول الذي ولدت به. فسجد لله شكرا الذي كافاه هو وزوجته بشفاء ابنتهما في الموعد الذي حدده سبحانه وذلك بعدما اخلص هادي وزوجته في العنايه والاهتمام بالشقيقه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا حمزه شاب صالح عندما كان طفلا صغيرا سافر والده الى دوله اوروبيه وتزوج هناك وترك زوجته لتنفق على حمزه واخته فأدت مهمتها على خير وجه، حيث جهزت ابنتها وزوجتها، ثم توفيت الأم وحمزة في الجامعة، فعمل سائق تاكسي أثناء دراسته، وفي أحد الأيام استوقفته سيدة تقية بعدما تعطلت سيارتها وطلبت منه توصيلها إلى الدار النسائية لتحفيظ القرآن، وبعدما أوصلها مدت له يدها بالأجرة، فابتسم وقال لها: لقد اقسمت على عدم اخذ الاجره من اي انسان يذهب الى دار تحفيظ او مسجد او مستشفى ولكن اسالك الدعاء لام المتوفيه واسمها فاطمه ابتسمت السيده وطلبت منه اسمه ورقم هاتفه ثم نزلت ودخلت دار التحفيظ واخبرت كل من بالدار بما حدث مع الشاب وطلبت من الجميع الدعاء لامه ومن تعاطف السيدات والفتيات واعجابهن بموقف حمزه قمن بجمع تبرعات فيما بينهن ومن اقاربهن واشترين ثلاجه باسم فاطمه ووضعنها بالطريق كصدقه جاريه وفي كل محاضره تلقيها السيده الداعيه التي ركبت مع حمزه تذكر قصته وبره بامه للحاضرات فتضج القاعه بالدعاء من الحاضرات لامه ويتذكرن قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وبعد عام تخرج حمزه من الجامعه ثم فوجئ برجل ثري ياتي اليه في بيته ويطلب منه العمل معه كمحاسب في احدى شركاته ويعرف بعد ذلك ان هذا الثري شقيق السيده التي اوصلها لدار التحفيظ منذ اكثر من عام والتي وافقت على زواجه من ابنتها لتقواه وامانته ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون